أصدقائي أهلا وسهلا فيكم بقناة بوشي تي في. قبل ما بلش لكم فيديو اليوم بدي أذكركم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس واعملوا لي لايك للفيديو وانشروه بين رفقاتكم. في فيديو اليوم رح نحكي عن أبرز الأحداث اللي رح تصير بمسلسل عروس بيردو الجزء الثاني الحلقة 76. انتهت احداث الحلقة 75 وقت كانت ثريا مع داليا وسارة عم يتجسسوا على طلال باللقاء اللي ادعى انه هو مع سامي وهو كان بالفعل مع يارا. وتبلش داليا بالغليان وبتقول له انه احساسها كان صحيح وهو عم يخونه، وبتغادر داليا المكان لانه ما عم بتحمل اللي عم تشوفه. طلال بيحكي مع يارا وبيقول له انه فارس وقت تعرف عليها كان عم يمر بظروف صعبة والامر انتهى، ويارا بتحكي له انه هي ما بدها شيء غير العمل. ليلى بتقعد وبتفكر باللي صار باليوم الماضي وبتتفاجأ بباقة ورد جميلة من عادل وفيها رسالة قصيرة لطيفة بتفرحها وبتدخل السرور لقلبها، وبعدها بتوافق انه تحكي معه وبتطلب من ربا انه يجهز مصطفى السيارة فبتروح لبيروت مع عادل. عادل بيقعد مع صديق له وبيسأله عن نادر فبيقول له انه هو شاب فاشل وسيء وافسد كل الاعمال اللي كان عم يشتغل فيها وما له اي وعي ولا نضج. عبير وهادي وسيرين بيروحوا لمعرض لاختيار بطاقة الزفاف، ببلش عبير وهادي بالشعور بالضجر لأنه ما في شي عم يعجب سيرين، وبتقوله إنه البطاقة يجب أن تكون قريبة من شخصيتهم. أما طلال فبيتصل على فارس وبيسأله فارس فورا شو اللي صار الأمر مع يارا، فبيرد فارس إنه ما استطاع إنه يلاقي حل معه، فهي مصرة على إنه لازم يقبلوا عرضه وبعد ما رح يتعاملوا معه إنما رح يتعاملوا مع المساعدة الخاصة فيها. ثريا بتصل للقصر وبتلاقي فارس عم يحكي مع طلال وبتقول له رح اسألك سؤال لمرة واحدة فقط، مين هي يارا؟ فهون فارس بيصمت وما بيستطيع الحكي. طلال بيجي للبيت وبيلاقي داليا بنوبة غضب كبيرة وبتقول له انه شافته مع يارا وانه كذب عليها على انه سامي، وبعدها بتهدده انه يقول الحقيقة والا ما رح تبقى معه ابدا، وبتصر عليه كتير وكتير حتى يضطر انه يقول عن سر فارس، وهون بيشعر بالحزن الشديد لانه افشى السر. ثريا بتحقق مع فارس وبتحكي له انه من وقت ما شافت يارا ما شعرت بالراحة تجاهها، وانه هلأ كانت مع طلال وخالتها عم تظن انه عم يخونه وبتشعر بالخوف الشديد والتوتر، وانه عم تفكر بالطلاق. وبيرتفع صوت ثريا وهي عم تحكي معه فبيقلها فارس انه طلال ما له اي علاقة بيارا، وانه بالصيف الماضي وقت تركته وراحت ليوخو وخارست التقى بيارا، فبتنصدم ثريا وبتدخل لغرفة بنتها وبتبلش تبكي وتصرخ. ونايا بتسمع صوت فارس فبتيجي بسرعة عشان تعرف شو اللي صار، فبتطلع عليها فارس وبتفهم منه انه عليها مغادرة المكان، وبتروح للمطبخ وبتبلش تسأل ربا ودينا عن اللي صار وبتحاول انه تسترق السمع. طلال بيحكي مع داليا بهدوء وبيحكي لها انه فارس وقت تركته ثريا اصبح رجل تاني، فقد ما عاد قدر لا ياكل ولا يشرب ولو استمر حاله هيك كان رح يموت. يارا بتقعد مع آدم وبتقول له على اللي صار وبتسأله شو هي الخطوة الجاية، فبيقول لها انت بلشي بتجهيز قوائم الطعام وأدواته وبوقت ما رح يجي أنا وحط شو ما بدي بالطيارة بأماكن معينة، وبعدها رح تشوفي اسم الظاهر جد بعناوين الجرائد انه عم تقوم بتهريب الممنوعات وانه شركة وهمية عم تشتغل بالتهريب. ليلى بتيجي لبيت عادل بهدوء وبتفتح الباب فبتلاقي عادل عم يحكي مع سيرين حول زوجها نادر على انه شاب غير ناضج وفاشل وانه ما فينه ينجح باي عمل. ثريا بتطلع من الغرفة وبيلحق فيها فارس وبتبلش تصرخ عليه انه ما بتسمع اي شي منه، لكنه بصر انه يحكي لها كل شي وبيشتد النقاش بينهم، الا انه بيحاول انه يوضح لها كافة التفاصيل اللي كان عم يعيشها وقت تركته لانه ظنت انه عم يخونها مع رنا، وبعدها بتبلش ثريا تسأله باللي صار بينه وبين يارا وكيف تعرف عليها وكل شي. ثريا بتطلب من فارس تليفونه وبيعطيها اياه وبتطلع بسرعة من القصر بالسيارة، وبالطريق بتوقف السيارة وبتبلش تبحث عن اسم يارا بهاتف فارس لكنها ما بتلاقيه. رابط مقال المصدر موجود بصندوق الوصف.